لأن المشكلة الحاصلة هي مشكلة واحدة بس في الأساس وفي الأصل، وهي مشكلة الشرك بالله عز وجل. دي أكبر مشكلة، وبسبب الشرك العيش بقى غالي، والجاز ما فيه مرة فيه مرتين ما فيه، والأمور كلها جايطة، والمسلمين بقوا ضعيفين عسكريا واقتصاديا. السبب هو الشرك بالله. نحن ما بنقول كل الناس وكل المسلمين مشركين، لا أبدا، ما حصل قلنا كلام زي ده أبدا ولا بنقول، لكن بنقول الشرك فيه وهو الأكثر. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال أكثرهم يعني الأغلبية. فالشرك هو السبب في المصائب دي، وبالذات في هلاك الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ليه؟ ليه ربنا أهلكم؟ ربنا قال: لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. فربنا يقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بسبب إنهم ظلموا. وظلموا في القرآن والظلم والظالمين ده بمعنى الشرك. لما ظلموا يعني أشركوا، لأن الظلم في القرآن بمعنى الشرك يأتي، لقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فربنا سمى الشرك ظلم، وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. ولما أنزل الله تعالى قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلكم، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. قال: أولم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا. والخطاب في الآية لأهل مكة، لكفار قريش، ولكنه لجميع الناس إلى يوم القيامة، لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فربنا يقول لنا: القرون القبلين ربنا أهلكم لما أشركوا، كما قال تعالى: لما ظلموا، لما أشركوا. وعشان كده الحديث ده إذا الناس عملوا به بحل المشكلة، لو فهموا معناه تمام وعملوا به ده بحل المشكلة. والأحاديث الصحابة كانوا بيرحلوا ليها، كما جاء في البخاري وعند غيره أن جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما قال: سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل بالشام، وهو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: فاشتريت بعيرا، يعني زي الليلة بمفهوم الليلة، واحد يشتري عربية عشان مسافر ماشي مثلا الكاميرون أو السعودية أو أي بلد، سمع في حديث واحد هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يجيبه وجاي، اشترى عربية عديل. قال: فاشتريت بعيرا. شو الصحابة كان بعظم الدين كيف؟ قال: فاشتريت بعيرا، عشان ماشي يجيب الحديث. قال: فركبت فيه شهرا، شهر كامل ماشي، وشهر كامل جاي ده كم؟ شهرين. قال: فوصلت إلى الشام فطرقت الباب لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت له الخبر، يعني في حديث،
قال فقال لي قال النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا مشاة. أخذ الحديث ورجع. شوف الكلام ده كيف. فالحديث عظيمة لكن عند نفوس الناس العظيمين. المهم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه ومعناه، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف، في حاجات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال دي أخوف الأشياء بخاف عليكم، يعني ده أخطر الأشياء على الأمة، منها الشرك الأصغر. معناته الشرك الأكبر أخطر ولا ما أخطر؟ أخطر من الأصغر ذاته، من باب أولى وأحرى، هذا المفهوم. وكذلك من الأمثلة التي جاءت في السنة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دي أخوف حاجة بخاف عليكم أيضا، قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. صححه الألباني. إمام لكن إمام في الضلال، رابط عمة يزول 5 متر وشال 3.5 متر وحاجات تانية 11.5 متر مكلف حلو، المهم 17 متر وزول مجرم وجيبوا بالتلفزيون وقاعد يفتي الناس. قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي وزيدوا صلاة، وتلقوا أكبر مجرم، أكبر مجرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ديل أخوف ما أخاف على أمتي. زي واحد جاوب بالتلفزيون قال، هو قال ما أنا قلت، قال من كرامات أبو الشيخ إنه إذا قال لشيكم فيكون، وده ما يستطيع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده لله عز وجل أن يقول كن فيكون وحده لا شريك له، وليس حتى للأنبياء وليس حتى للمرسلين ذاتهم. فديل أئمة لكن أئمة في ضلال، ويغش الناس هنا شمال بحري، يغش الناس وعملوا لهم قبة طابقين. أنا ما أعرف الشيخ قاعد تحت على الريق بتاعته والحاجات قاعدة فوق، المهم طابقين طابقين. قالوا عندنا كرامة بتاعت السحر بتاع العقرب، السم بتاع العقرب وبتاع الدبيب، مصورين نفسهم في اليوتيوب بياكلوا العقرب. ما تخليني أجيب لكم عقرب، أنا عقرب واحد بينجم الشيوخ كله، واحد بس وص ولا اثنين، تز يدي ده نفكه يدي ذاك يدي ذاك، يريحونا من الشغله دي. لكن ناس مجارمه جايبين عقارب مقصقصين ضنباته، واحدين منهم سحره شغالين مع الشياطين، لا في عقرب ولا في حاجه، وانما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. ده الحاصل، عينك يسحر لك عينك لانهم شغالين مع ابليس. إبليس استحوذ عليهم كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فسحروا أعين الناس، بقى يخيل للناس إنه بيعقرب وفي دبيب وبياكلوه بيخش بجاي بمرق بجاي، كله هوس ودجل وكلام فاضي استعبدوا بها الناس. مصورين في العيد الفادة يعمل لك نساوين كم ألف مرة ماشيين حجا، قال في القبة دي كم ألف مرة، هنا في السودان شمال بحري في العاصمة، ولا تمشي بعيد. كيف العيش يكون في عيش ذات؟ تعرف على شوية لا عيش لا طحنية، ما بأي حاجة حيكون. إذا الحال نحن ما بنتمنى الشر، لكن هكذا قدر الله عز وجل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم، ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ودي مكة كما في التفسير، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. السبب بما كانوا يصنعون، الشيل بيسووه الناس والشرك اللي بيسووه البشرية بسبب ربنا سبحانه وتعالى بيبدلوا مكان الأمن خوف، ومكان الرزق الرغد والرزق الواسع جوع وعطش.
عشان كذا ربنا قال فأذاق الله لباس الجوع والخوف. العلماء قالوا ليه ربنا قال لباس الجوع والخوف؟ سمى الجوع لباس، واللباس هو الهدوم دي. فكيف يعني أهل مكة لما جاء وصلت لهم مجاعة الجوع بقى لهم لباس؟ قالوا لأنه المعالم بتاع جسدهم ولون بشرتهم دي، لون جلدهم وشكلهم اتغير بشدة الجوع، فلما شكلهم اتغير من شكلهم الأصلي بقى الجوع لهم زي اللباس اللي لبسوه جديد من جديد، غير اللون بتاعهم اتغير مرة واحدة، شكلهم اتغير، جوع شديد. السبب الشرك يا جماعة. فكفرت بأنعم الله. العلماء قالوا كفروا بدين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التوحيد، أنهم وقعوا بالشرك بالله عز وجل. فالحاصل لنا ده كله الشرك. والمصيبة الليلة في البلد دي إنه الشرك بقى عنده دعاة. يعني لو كان بالشرك موجود كان يكون أهون، مع إنه خطير لكن أهون من إنه يكون شرك وعنده دعاة ماسكين تلفزيونات وعندهم قنوات، شنو القبة الخضراء وشنو ما عارف، وعندهم إذاعات وعندهم جرائد، شرك ماسكين ناس يكوركوا وعندهم بلاعيم وحلاقيم يكوركوا الليل والنهار، ينشر الشرك للناس بأحاديث مكذوبة وضعيفة وما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ضل أحدكم راعي ولده بأرض فلا تبلغوا عباد الله عبزه، الرسول ما قال خالص حديث أبدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص وتكلمنا عن إسناد وغيره كلام كثير يغني عن الإعادة وغيره من الأشياء الباطلة اللي بيأصلوها للناس. يا شيخ فلان ماذا يقول لك؟ لا ده ما دعاء غير الله، ده ما شرك، ده توسل، ده دعاء لغير الله وهو كفر، ومن فعله كان من الكافرين. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، دعيت مع الله واحد ثاني يبقى اتخذت إله آخر، الله سماه وقال إلها آخر. واحد اثنين لا برهان له به. العلماء قالوا عشان كده أي مشرك ما عنده دليل، ما تخاف من أي مشرك، أي مشرك لو عمامته دي بلغت السحاب، السحاب عنان السماء ودار خوفك، وأنا والله واجغمكم وأنا برد عليكم وناظركم، ربنا قال لا برهان له به. العلماء قالوا فائدة من الآية دي أي مشرك، أي شيخ شرك، إمام ضلال، عرفته؟ ما عنده برهان، ما عنده دليل، مش بقى دكتور ولا بروف ولا غيره. الله قال لا برهان له به، ما عنده دليل، ما عنده دليل المشرك. والبيدعو من دون الله، المشركين اللي بيدعوا غير الله ديل من شيوخهم ديل ذاتهم طواغيتهم، الله قال ديل ليسوا بشيء. ربنا قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اللي بيدعوهم ديل ذاتهم اللي بخوفوك بهم، والله الشيخ ده بينفخك، الشيخ ده بيطير سوي ليك، الشيخ ده بيطير رزقك، ده الله قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه، اللي بيدعون من دون الله ديل والشيوخ والفقراء وأصحاب القوة ديل، الله قال ما يدعون من دونه من شيء، ديل ليسوا بشيء ذات. وهناك ربنا قال أوهم من بيت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت، الله قال زي بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. دي أمثلة لنا ربنا يضربها لنا عشان نطمئن إنه نحارب هؤلاء. نحاربهم بشنو؟ والله نحن ما زي التكفيرين بنفجر، ولا زي داعش عرفته بنكفر طوالي، إنما نحن بنحاربهم بالعلم. عشان كده أي زول فيكم الإخوان الفضلاء ما تعلم العلم الشرعي الصحيح وما تعلم التوحيد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ما يقدر يحارب هؤلاء، لكن اللي تعلم التوحيد بل فهم الصحيح ديل ما عندهم أي حاجة، لكن بس بيضللوا الأمة بيضللوا الناس. شكد النبي صلى الله عليه وسلم نرجع ونقول قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، ده مثال. وهنا في الحديث اللي احنا بنشرحه قال إن أخوف ما أخاف عليكم، وعليكم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة، والصحابة رضي الله عنه ما فيهم زي المشرك، فالخطاب لنا احنا من باب أولى وأحرى. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده قدام الصحابة وهم سادات الموحدين وسادات الأولياء والصالحين،
معناته يا جماعة الموحد يحتاج إلى تذكير بالتوحيد، صحيح ولا ما صحيح؟ الموحد يحتاج إلى تذكير بالتوحيد، لأن الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. يبقى برضو نستفيد إنه الليلة بنمشي كثير من المساجد والأماكن، لما نتكلم عن الشرك ينطلق واحد يقول لك: يا مولانا الجامع ده ما فيه زول مشرك، قاعدين نصلي ونصوم ونلقنا قريشات بنحج، فما فينا زول مشرك ما تكلمنا. طيب انت احسن من الصحابه؟ الرد يقول له، تقول له تساله تقول له انت احسن ولا الصحابه؟ ان قال هو احسن كفر، ان قال لك الصحابه احسن قل له النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابه كلهم قاعدين، قاعدين قدامه كلهم، قال لهم: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. يبقى من باب اولى واحرى انك تحذر من الشرك. يا اخي ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال له: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك يا محمد يا رسول الله يعني لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهناك ربنا ذكر 18 نبي ورسول، بعد ما انتهى من ذكرهم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فحتى غير المشرك لابد يحذر من الشرك يا جماعة. والأحاديث دي كلها والآيات اللي نزلت عن الشرك نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تحذير من الشرك، وفيها الأمر بإفراد الله بالعبادة والأمر بالتوحيد. وكذا الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة، والآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وفيها التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والتحذير من الشرك الأكبر، والتحذير من الشرك الأصغر، والتحذير من الشرك الخفي لمن قسمه إلى ثلاثة. كل ده نزل بين الصحابة، وما فيهم زول مشرك الصحابة، عشان ما أفضل أقول لك دي آيات نزلت في المشركين جابوها نزلوها فينا. الآيات دي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول مشرك؟ لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وهو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام، وعلم للصحابة هم سادات الموحدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. ما في زول فيهم قال: لا لا دي بس للمشركين ما تقروها لنا نحن، عشان تشوف ضلال هؤلاء الناس الذين لم يفهموا من الدين شيئا، ولو حملوا من الشهادات ما حملوا، شهادات الأكاديمية، ولو حملوا منها ما حملوا، لكن ما فيهم الدين، عباد القبور هؤلاء. دي مسألة. المسألة البعدية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أمتي، وأحرص أحد على أمتي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ومن خوفه رحمة رأفة بينا، إنه حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى يا جماعة الليلة صح المعاصي كثيرة: الزنا، شرب الخمر، تبرج النساء، اللواط، المخدرات، الغيره، دي معاصي ولا ما معاصي؟ معاصي. ونخاف من هذه المعاصي على على أمتنا، لكن أخوف ما نخاف على أمتنا هو الشرك الذي هو أكبر الكبائر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الصحابة موجودين يقول لهم كده: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. عشان كده والله أكثر داعية بيخاف على أمته وحريص على أمته وحريص على مصلحتهم الداعية الذي يحذرهم من الشرك ليلا ونهارا.
نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا ونهارا كان يدعوه لشنو؟ للتوحيد وعدم الإشراك، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح أول رسول، وكل الرسل بعده والأنبياء، ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وكذلك الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وخوفه على أمته من الهلكة والضلال ودخول النار. وهكذا فليكن الداعي للتوحيد يكون خائف على الناس وعنده شفقة عظيمة على الناس. لازم الداعية لو ما خائف على الناس على قومه وعنده شفقة عليهم ما يصلح يكون داعية ناجح، أصلا ما يصلح يكون داعية ناجح. لابد يكون عنده شفقة وخوف عظيم على أمته. وأكبر دليل على شفقة ورحمة أي داعية على ناسه، إمام مسجد على ناس الجامع، شيخ حلة على ناس الحلة، إمام بتاع مكان معين ربنا وكلوا عليهم إمام، أكبر دليل على خوفه وشفقته ورحمته بهم دعوته للتوحيد ونهيه عن الشرك. لو زول قال يا جماعة نحن ودارنا نلم الأمة ونوحد الأمة ونوحد الناس وخايفين عليهم شديد وما دارينهم يضلوا، لكن ما بيحذرهم من الشرك، إما كذاب في دعواه وإما جاهل. يا كذاب يا جاهل. يبقى أكبر دليل وأبرز علامة على خوف وشفقة الداعية على أمته وإرادته الخير لهم نهيه إياهم عن الشرك وتحذيره وأمره لهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم، يعني أنا يعني رسول الله، الشرك الأصغر. وإذا كان ده الشرك الأصغر فكيف بالأكبر يا جماعة؟ والأكبر الليلة حاصل عندنا، وحدث ولا حرج، قباب تزار، قبور يتبرك بها، ويستغاث بأصحابها الموتى والمقبورين، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أغثنا، يا شيخ فلان تنجدنا وتفزعنا، يا فكي فلان تدينا وتنزل لنا المطر. الدكتور ما قال الكلام ده؟ قال نحن في السودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش، المشايخ بنزلوا المطر. يلين في قال وهاب يقول لك ما تسأل الله يديك مطر، أهب تسأل الله والله ما بيديك مطر. طيب لو شيوخك بدوا المطر محتاجين قروش ليه؟ طيب مش بتمشي تديهم القروش قلت براك؟ لو شيوخك عندهم قدرة إنهم ينزلوا المطر من السماء ما يدوا نفسهم قروش؟ صحيح ولا ما صحيح؟ عشان تشوف أهل الشرك ديل دائما متناقضين، كما ذكر شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل كلاما ما معناه إنه أي مبتدع وداعي الضلال ترد عليه من كلامه. لابد كلامه يكون متناقض. أوريك تناقضاتهم كيف؟ نموذج بس بسيط. الناس قالوا شيوخهم بدوا المطر صحيح؟ وقالوا شيوخهم بدوا الجنة، سوقوا النساوين يودوهم للفكية وللفقراء وللكبب والناس الميتين عشان يدوا النساوين الجنة والذرية. شفت كيف؟ والزول ما لاقي شغل وما لاقي ورزقه يعني ما مكفيه ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه كما قال تعالى يمشي لهؤلاء. طيب هؤلاء لو كان بدوا المطر وبدوا الرزق وبدوا الجنة وبيعلموا الغيب وبيسووا وبينفعوا بيضروا ماتوا ليه؟ تناقض رقم واحد. ليه ماتوا؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. التناقض الثاني، النازل ما عندهم ميزة علينا في الخلق وفي الخلقة، عندهم اثنينين عندنا اثنينين، عندهم نقرة فيها قتتين عندنا نقرة، عندهم عينين عندنا عينين، عندهم لسان عندنا، عندهم أسنان عندنا أسنان،
ما في تميز في الخلقة. ما شفنا زول جبه ثلاثة اثنين ولا جبه حاجة غريبة عشان الناس يستغيثوا به أصلا، حتى لو عنده ما يجوز يستغيثوا به، لكن المهم زينا. وربنا خاطبهم بهذه الحجة، ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم غيركم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شوف القرآن بخاطب النازل كيف، أي واحد تدعو من دون الله والفقراء والصالحين والأولياء، لو بقوا أولياء وبقوا صالحين ذاته، لو بقوا صالحين صحيح صحيح، ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عبد زيك، طالما هو عبد معناته هو عبد للمعبود، عبد ما حر عبد لله. طالما عبد لله ما بديك ولا بنجدك ولا بمزعك، اقعد يا جماعه اقعد الله يهديكم، ولا بنجدك ولا بمزعك، خليك مع التوحيد ده، التوحيد ده بينفعك، خليك مع التوحيد، خلي الجوطه دي. ونحن والله نحن اصلا ما جينا لفتنه ولا ناس فتنه، نحن جينا نوري الناس الحقيقة الموجودة في القرآن. وفي ناس ما دايرينها، ليه ما دايرينها؟ في ناس دايرين يعبدوا الشيوخ ويعبدوا القبب ويعبدوا الأضرحة، حيتو عارفين السبب شنو؟ الناس كثير منهم عارفين اللي بيسووا فيه ده غلط بالمناسبة، بالذات الشيوخ الكبار، لكن ليه بيقاتلوا وما دايرين الشغلة دي تتكشف وفضايحهم تتكشف؟ السبب شنو؟ السبب إنه الشغلة دي جايبة لهم أموال كثيرة وجايبة لهم مصالح كثيرة، مصالح بطن وأشياء شهوات فرد وغيرها، جايبة لهم مصالح، عشان كده كلامنا ده بالنسبة لهم حار، مع إنه ده القرآن والسنة ما دايرين. ونحن ما بنخليك، نحن أصلا ما بنخليك، زي ما قال المثل شفت شنو كده معلق فيه، نحن شغلتنا دي ماشية بفضل الله عز وجل، ما بحولنا ولا بقوتنا، عرفتها؟ لأن ربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون. الموحد هو اللي بيغلب. أنت بتخاف من شيخ تجد خوف موحد؟ مش شيخ. بتخاف من قبة طوب زي طوب تخاف منها، قلبك يرجي برر من الطوب، يا أخي خلي قبة فيها بكي، في قبة ما فيها بكي ذاته بيان. حبوبتي حلمت أم حبوبة جد خالة أم حبوبة جدها، إنه هنا في بيان يعلق عالم أخضر مشرط، الهلة كلها تخاف وترقص من البيان ده، قبة وما فيها فكي تخوف الناس، يجي خوف الموحدين. فنحن ما ناس فتنة ولا الناس مشاكل، نحن ناس علم، عرفتم؟ لو في أكبر زول من شيوخ الطرق ديل عنده علم اللي بيقدر يناقشنا اللي يجي. أما إشاعات في الجرائد وإشاعات في الفيسبوك والواتساب ويستعينوا بالصحفي الكذاب، وأنا بنجم وأسخى اليوم ولا حد يجي إن شاء الله نجم لك نجام عجيب. أنا ما منتظر بالشغلة تنتهي إن شاء الله، بعد ذاك تتنجم. وقبل كده نجمناه وجاي يبكي ومعليش وبتاع، خليناه، لكن بنجمك اصبر بس، دوري ما بطريقة عشان تكذب تاني وتنشر إشاعات وكذب، عامل شعاراتك المنططة دي زي والدبرك الممعوض، عرفت الداقة مطر جاي تغشنا يا صحفي يا كذاب، اصبر بس خلي الأسبوع الجاي يجي إن شاء الله تعالى. المهم خلونا في الموضوع يا ناس، التوحيد ده حار. ونحن ما قلنا لهم شيء، لا قلنا لهم تعال اعبدوا شيخنا، نحن لو قلنا لهم خلوا شيخكم وتعال اعبدوا شيخنا اللي شاكلونا، صحيح ولا ما صحيح؟ اللي زعلوا، نحن قلنا لهم خلوا شيوخ كان شيخنا ولا شيخكم في العباده، اعبدوا الله عز وجل براو. الناس زعلانه ليه؟ لانه كلامنا ده حسب ظنهم الفاسد بيقطع لهم مصالح واموال ثقيله وعربات وكروزرات، في ناس بيجيبوها لهم بيهدوها لهم بيصرفوها لهم، لانه ده عامل فيها ولي وعامل فيها فكي وعامل فيها بيعلم الغيب، وده عامل فيها بينزل المطر، وده عامل فيها بينزل الجنه، وده كله باطل. ليه؟ لانه ده كله لله، ما للشيوخ، لله. ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك
لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ده شغل ربنا، ما في أحد يشارك الله عز وجل. المطر بنزل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وأنزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب تعصر بعضها بعضا، ربنا أنزل منها المطر. ربنا قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ضحك ربنا قال دار يشارك ربنا في ملكه نخليه. والله نتكلم عنك جوا عينك جوا عينك عرفته، وتدقس أي شيخ طريقة، أي شيخ طريقة، دكتور بروفيسير أستاذ في جامعة غيره، شيخ طريقة دجال مشرك دار يناقشنا ويناظرنا في الكلام ده بفضل الله جاهزين تب بفضل الله عز وجل. وأي مناظرة خشوه مع أخواننا ديل انجغموا ولا ما انجغموا؟ انجغموا في التلفزيون، انجغموا في قناة قول، انجغموا اس أربعة وكم، انجغموا الجريدة، انجغموا تجي الحلقة، تجي الجامعة، تجي أي حتة بتنجغم. لا، لأنه أنت ضعيف، مش نحن أقوياء، أنت ضعيف. وما يحمل مع إخواننا من الكتاب القرآن الكريم والسنة الصحيحة النبوية المطهرة هو القوي. بنتحدى بها الكرة الأرضية كلها، جبال، أنهار، وحوش، غابات، شيوخ طرق، قبب، أضرحة، قبور، كلهم بنتحداهم بالدين ده. سحرة قول لي شيل عقرب تعال، شيل عقرب تعال تعال. والله آيات، آية من كتاب الله ننجمك بها أنت وعقربك والسجام الرمادة، شيلوا معاك الشياطين اللي معاك كلكم. ده دين يا ناس، وده منهج، ده توحيد. والناس دي نحن لو خلونا بينه وبين المجتمع ان شاء الله مجتمع بينصلح يا اخي، والله المجتمع يصلح، والعيش يرقد، والرغيف يرقد، والدقيق يرقد، والوقود يرقد، والبترول يطلع، والامطار تهطل، والزراعه وكل حاجه. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لكن الحصل شنو؟ حصل العكس. ربنا قال ولكن كذبوا، وقعوا في الشرك. الله قال قل هو الله احد، قالوا الشيوخ مع الله. الله قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، قالوا الشيوخ مع الله بيعلموا الغيب. قومك نزاور للاولياء الاقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة. ده الرسول، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال له قل للناس ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إجي شيخ طريقة يعلم الغيب؟ إذا كان النبي سيد الخلق وسيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما يملك لنفسه، في الآية دي قال نفعا ولا ضرا سورة الأعراف، وفي سورة يونس ربنا قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، لا نفع لا ضر، لا ضر لا نفع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه. إيه شيخ طريقة؟ شيخ طريقة ضعيف ما عنده حاجة، يغش الناس ويغش الحلة ويدق لهم نوبة ويخدعهم، يخدعهم ألم لمن نساوين عرفت كلامي، ويقلع ذهبات ويأكل أموال الرجال والعند زراعة نص المحصول بدل ما يودي لأولاده، أو يصدق بل المساكين أو يدخره للأيام، يجي يدفع لشيخ الطريقة سوى المجرم، يجي يدفع له ينزل عنده بهايمه، يختار أفضل البهايم ويخلي أولاده جعانين في البيت يجيبوا لشيخ الطريقة. ده الما داير انه شيوخ الطرق انه نكشفه للناس. لكن ابشركم والله دعوة التوحيد دي مشت مشي، وده الغايظ تقال الجوطة والبلاغات والرافعين قضايا بالزور والبهتان، هؤلاء عباد القبور. ليه؟ السبب شنو؟ السبب انه الدعوة دي مشت يا ناس، وكل ما يشتد البلاء ده دليل وعلامة واضحة إنه الدعوة دي مشت مشي شديد، وإلا ما كان يتحركوا أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء التوحيد. ما أعداء توحيد؟ ما في التلفزيون قبل كده قاموا شيوخ الطرق قالوا ما دارين توحيد في المقرر بتاع الدراسة؟
عارفين شرك، لكن الحمد لله رب العالمين الدعوة ماشية. والله يوم ماشي في عندنا هناك في المنطقة لقيت شباب يعني تشوفهم مفلفلين شعرهم ولابسين البتاع اللي بيسموه كوباية ده، ثلاثة، وكان الكهرباء قطعت واظن جو زي ممطر كده. انا ماشي وراهم، هم ما شايفيني، ودوني مظلمه، شارع مظلمه، الكهرباء قاطعه. واحد فيهم ماشي قدام والاثنين ديك ماشيين وراه طوالي. القدام ده شايل موبايل، الموبايلات الكبيره دي، مشغل مقطع لاخواننا حلقه التوحيد، والله يا جماعه. والوراو ده كلامه هم ما كلامنا، الاثنين الوراو بيقول لك دق الصوفيه، دقوا دقوا، بيسمعوا الكلام. والله يا جماعه انا قربتك، قلت سبحان الله شوف الدعوه دي مجد كيف. وده السبب اللي بيخلي الاعداء ديل، عرفت كلامي؟ شيوخ الطرق ودعاة الشرك وعباد القبور والقبب والاضرحه، ده السبب اللي بيخليهم جايطين. انا كل ما جوطوا والله بفرح زياده، وكل ما يرفعوا قضايا انا بمدكر عيني ليه قدام، والله بتمد ليه ورا كده، ليه؟ لانه الشغله دي لو ما اثرت، عرفت كلامي؟ ما كان بيحصل الجوطه دي كلها يا جماعه. او ذول الحزبين جماعات اللي بتقول نحن سلفيين، هم بعيدين من السلفيه، من المنهج الحق. عندهم كم قناه في التلفزيون؟ قناتين واذاعتين، وعندهم شنو؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ومركز عام وجوطه، صحيح ولا ما صحيح؟ وعربات داخله وعربات ماركه وامور كثيره جدا، وشركات تابعه لهم ومستشفيات الى اخره. وين دعوتهم؟ وليه عباد القبب ديل ما زعلانين من الحزبين ديل وبيقوا اصحاب اصحاب؟ لانه دعوه ما عندها نكهه، ما فيها توحيد. زي ما قال العلامه الفوزان، قال دعوه بلا توحيد كالجسد بلا راس. تخيل جسد زول ما شاء الله دول بس وقطعوا له راسه، الجسد ده فيه حاجه؟ ما فيه اي حركه. فدعوه هؤلاء الحزبيين كالجسد بلا راس، لانه فقدت التوحيد وبيقوم ماشيين مع اهل الشرك. سوى سوى اصحاب اصحاب، في العش وين؟ في الكباشي. يفطر وين؟ في مبده. وماشيين وين؟ جبل اوليا، يفطروا ويتغدوا هناك، بيدو يكونوا ملافين. ليه؟ لانه دي دعوه بقت دعوه باطله، لكن دعوتكم دي هي دعوه الحق، دعوه التوحيد. واعظم نعمه ربنا انعم بها علينا وعليكم هي نعمة التوحيد. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فزور ربنا هداه للإيمان والتوحيد، دي أعظم نعمة والله. حتى لو بقيت فقير، ولو بقيت مقطع جلابية ما قادر تشتريها، ولو بقيت ما بتفطر ويوم يومين ما تفطر، عرفت كلامي؟ ربنا أنعم عليك، عرفت التوحيد، وعرفت أن ربنا براو قلبي يدعو في الشدائد وفي الرخاء، وربنا براه واللي بيستغيث به اذا عترت تقول يا الله تنجدني، اذا مرتك اتعسرت في الولاده تقول يا الله تسهل لها، اذا ولدك في الامتحان تقول يا الله تنجحه، اذا عيان تقول يا الله تشفيني، اذا ولدك مريض تقول يا الله تعافيه، يا الله يا الله يا الله. انت ابشر بالحياه السعيده في الدنيا وفي الاخره. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني موحد، فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. شفت كيف؟ وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام انزل عليه قوله تعالى: الذين امنوا، يعني وحدوا، ولم يلبسوا، يعني يخلطوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك، آمنوا وحدوا ما خلطوا توحيد بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأبشروا وأبشروا بمغفرة الله عز وجل لكل موحد، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ده أعظم فضل. لكن عباد القبب والأضرحة ديل ما دارين لك الكلام ده، داير شيخ الطريقة يملك كرشه من جيبك أنت ويغشك، مد لك يده كده تاكله كده،
يبوس فيها الرجال والنساء، عبادة للعباد. الصحابة قالوا جئنا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن جور الملوك إلى عدل الإسلام. ده الدين، ده التوحيد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم لأصحابه الصغار والكبار، فمن الصغار لابن عباس: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو كل الأمة اجتمعت إنه يضروك بشيء ما بضروك، لو اجتمعوا كلهم من أول مخلوق لآخر مخلوق يوم الغيام، قبل يوم القيامة كلهم اجتمعوا عشان يضروك بشيء ما بضروك إلا شيء الله كتبه عليك، والعكس لو اجتمعوا كلهم ديل عشان ينفعوك بشيء ما بينفعوك بشيء إلا الله كتبه ليك، تاني في زول بخاف على رزقه؟ تاني في زول بخاف على روحه؟ لا. تاني في زول بخاف من شيخ طريقة يقول لي أنا بنفخك وبسوي لك ولو اتكلمت فيني أنا والله بجننك، ويقول لك ده الشيخ الشرب البحر، وذاك القلب التمساح حجر، وده بعصاة سيف، وده بقرون، وذاك بشنو ما بعرفه جنازير، كله كذب. واعلم ان الامة، الشيخ جوا ولا ما معه؟ معه. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. غير الصغار في السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوا الله ما أشركوا به شيء أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم، لا تبشرهم فاتكلوا. مع أن معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، ففيما صح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أحد في الأمة دي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل، ما حيجي أعلم منه ولا زيه ليوم القيامة. رغم ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لأن الحديث ده مش تقوله في مسجد بتاع جماعتك يقول لك: يا مولانا كرهتنا، بل الحديث ده احنا عرفناه وخلاص. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يقول له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عشان كده يا داعية التوحيد، ويا طالب العلم، ويا أيها الداعية السلفي، الشيطان ما يلبس لك، تمسك لك مسجد يجيك يرك لك يقول لك: اسمع، كلمتهم كثير عن الشرك وعن التوحيد، غير لهم شوية. أو يغش واحد تاني يقول له: اسمع، ما تبدأ طوالي بالشرك ولا تبدأ بالتوحيد، أبدلهم بفضائل الأعمال لحد ما يحبوك. يحبوك دار يدوك بالتو، أنت جيت داعية ما جيت نسيب، أدعو للتوحيد. يحبوك بتاع شنو؟ التوحيد. ما بيحبوكم ذاتهم إلا الله يحببهم فيك. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى بالسماء: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل لأهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. قال: فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
دو عينهم بيحبوك، دو عينهم بيحبوك. إذا تكلمت في العقيدة والتوحيد أوعك تتلولو، أوعك تتلولو. تبقى زي الجماعة بتاعنا العفش معلين الجامع كله كمش وكافيتيرات وسراويل معلقة وعراريق مشتتة. عرفت بقوا الجامع زي بيت العزابة، هم مش نحنا، عرفت كلامي؟ وشغالين يضللوا الناس. يقول لك لا، لا تتكلم في أمراض الأمة. مرض الأمة شنو؟ الشرك. شفت ده؟ ده أكبر مرض لازم نتكلم عنه، لأنه ربنا أوحى به للنبي عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد يا رسول الله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي الدعوة. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت، طواغيت كتار ورؤوسهم خمسة، منهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومنهم من عبد من دون الله وهو راضي، ومنهم من ادعى شيئا من علم الغيب، وديل كلهم عندنا. صحيح ولا ما صحيح؟ كلهم ديل عندنا، مش عندنا الطواغيت الكتار بس، عندنا كل أنواع الطواغيت، وعندنا رؤوس الطواغيت ذاته. ناس بيقول لك أنا بعلم الغيب، أعلم الغيب باطن وظاهر. قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده عندنا هنا في البلد دي. تقول ليه العيش بقى فيه صفوف؟ والله يا ربنا لو ما رحمنا يكون ما في هوى ذاته. والله يا ربنا لو ما رحمنا الأرض تنشق وتبلعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب وهو فزع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت يا رسول الله أنهلك وبنا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأي خبث أخبث من الشرك وعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الآن نحن المفترض نحاربه بالعلم وبالدعوة، ونعلم أهلنا في البيوت. أي زول يبدأ بأبوه وأمه، ويبدأ بمرته إذا متزوج، ويبدأ بأولاده وبناته، ويبدأ بأخواته، ويبدأ بعماته وخالاته. فلما أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد الصفا جبل الصفا قائلا يا صباحا يا صباحا يا صباحا، فاجتمعت قريش ومن معها فناداه وأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقامت المشكلة منذ ذلك الزمن وذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا حاصلة. السبب دعوة التوحيد ونهي الناس عن الشرك. والله الناس زيل، نحن لا نبذنا أبهاتهم، لا نبذنا جدودهم زي ما هم بيقولوا، ولا نبذنا قبائلهم، ولا عندنا مشكلة مع أي قبيلة. بل لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أخضر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب المشكلة شنو؟ المشكلة قلنا للنازل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لصوا الحجبات؟ قلنا له حجبات دي شرك. إنتوا اللي قلتوا كده لما نحن. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الرقى والتمائم، تمائم الحجبات دي، والتولة شرك. التولة عرق المحبة اللي بيعملوا جماعة دي ذاته شرك. الرسول قال ده كله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة حجاب فقد أشرك. ده قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس اللي بدعوا غير الله، قال رسول الله، شوف ده كله كلام الرسول، الصنع ما عندنا كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو دون الله ندا دخل النار. ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد يقول لك والله احنا بنحب النبي شديد. هل حب النبي نوبة؟ هل حب النبي
تربط نصك وترقص بنصك زي الخايب، هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم كذب والله. إذا ما عنده أي علاقة لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع الدين، ولا هو موجود في واحد من المذاهب الأربعة، أتحداكم ناس النوبة، أتحداكم جيبوا لي الإمام مالك رقص وين؟ أصل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ما حتلقى فيهم زول رقص أبدا. لكن مش أنتم مالكية؟ قلتوا مالكية المذهب وشنو كده الطريقة؟ طيب أمسك في مالك، أتحداك جيب لي الإمام مالك رقص وين؟ عنده نوبة، نوبته لونه شنو؟ تقدر؟ نتحداكم جميعا يا عباد القبور، والله نتحداهم جميعا. جيبوا لنا الإمام مالك كان عنده نوبة ولا كان جلد ما في، ولا كان تيس ما في الوقت ذاك، تيوس ما في، ما لا أنا المدينة تيوس أكثر من حقاتكم دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال مر لي من مال الله الذي آتاك فإنه ليس من مالي ولا من مال أبيك، النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له قال لي اذهب في إلى ذلك الجبلين وبيناتهم كان في غنم كثيرة، قال لي خذ ما شئت واترك ما شئت. فالغنم راقدة والطيوس راقدة، كانت راقدة عرفتها جلد ما في كان، لكن دي كلها بدع وضلالات داروا يغشوا بها الناس، وما قدروا يحفظوا الكتاب ونصوص السنة ويعلموا الناس علم الأئمة المستنبط من الكتاب والسنة، فبقى يرقص ويقول له الناس ده دين، وده كله كذب ما عنده علاقة بالدين. إضافة للشرك في الكلام ده الحاصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ففي قوله الأصغر معناته في شرك شنو؟ أكبر. ده دليل من أدلتنا الكثيرة إنه في شرك أكبر، لأنه النبي قال ده شرك أصغر، معناته في واحد تاني شنو؟ أكبر. ده واحد. الشرك الأصغر ذاته وشنو؟ سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الرياء. والرياء أن يرائي الإنسان بعبادته، يعني يفعل عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله كالصلاة، لا يصلي لطلب الثواب وإنما يصلي لنظر الناس ليراه الناس، هذا هو الرياء، ليراه الناس ويمدحوه. ومن الرياء ما هو شرك أكبر، قال العلامة الفوزان وهو كرياء المنافقين، قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن هو في الأصل هو الشرك الأصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك وإن كان أصغرا فإن الله عز وجل لا يغفر حتى الأصغر، إلا أن صاحب الأصغر لا يخلد في النار، ولكن صاحب الشرك الأكبر هو الذي يخلد في النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على أن نوعي الشرك الأصغر والأكبر لا يغفران قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، كان أكبر كان أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك الأصغر من أخطر الأشياء، لأنه بيدخل حتى في قلب، ربما يدخل حتى في قلب الإنسان الصالح أحيانا، فعلى الإنسان أن يراقب قلبه، يراقب قلبه ويراقب نيته أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا مراءة لأحد من المخلوقين. وأن يجعل الإنسان المؤمن بحق يجعل جميع أعماله خالصة لوجه الله الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، فالإنسان يخلص النية لله عز وجل.
ده شرك الأصغر. أما الشرك الأكبر من أمثلته دعاء غير الله، زي الناس اللي بيمشوا للقبب وبيسألوا أسيادة من دون الله، أو ينادي زول حي يستغيث به لكن الزول الحي ده غايب، ده برضو شرك أكبر مخرج من الملة وكفر، لأن ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، ودي الآية الجبال تلناها ودي تمامتها، لا برهان له به، ربنا قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى اللي بيدعو غير الله ربنا سماه كافر، ده الحكم العام، بعد ذلك جاهل ده موضوع آخر، لكن كحكم عام من دعا غير الله فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة ومشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك ولا ينبئك مثل خبير. ومن أمثلة الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، ده شرك أكبر ما أصغر. زول مثلا مرته ما كان بتلي، الله رزقه بولد، قالوا لا 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 ده ما الله ده ودبوك الشيخ، يشيل طوالي أربع خروف يودي القبة والضريح، يمشي يطبح فيها أعتاب القبة للشيخ، ده شرك أكبر مخرج من الملة. والبهيمة دي أكلها حرام لأنها مما أهل لغير الله به. الأذان شرك أكبر يا جماعة مخرج من الملة، حتى لو صاحبه بيصلي وبيصوم لكن شال له خروف مشى طبعه في القبة تقرب لهذا الشيخ المدفون، ده مشرك شرك أكبر. كذلك من أمثلة الشرك الأكبر والكفر المخرج من الدين ومن الإسلام أيضا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ليه قلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لأنه الاستغاثة نوعين، لأنهم زادهم بيلبسوا على الناس. أنا سمعتهم في بعض محاضراتهم يقول لك الوهابية بيقولوا الاستغاثة بغير الله شرك، أها في القرآن فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي، عارفيننا، لكن دي نوع من الاستغاثة. الاستغاثة نوعين، استغاثة بما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه شنو؟ المخلوق. استغثت بأخوك، عربيتك اتعطلت دارت تتحرك في الشارع، نادي زول يا جماعة الحقونا تعالوا، كل زول جاب تراب طفاها، هنا استغثت بالناس بالمناسبة، استغاثة، لكن ده ما شرك، ده بيجوز مباح، لأنك استغثت بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، دي حاجة الزول بيقدر ليها. أما النوع الثاني دي الشرك، وده خلافنا هنا، احنا ما في ذاك في الأول. وكذلك الاستعانة نوعين، نفس الاستغاثة في مسألتنا نوعين، فيما يقدر عليه المخلوق وفيما لا يقدر عليه إلا الخالق. فالاستغاثة والاستعانة كذلك النوع الثاني فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. تعرف تستغيث لتنزل الأمطار، ما يجوز تستغيث بشيخ، لو استغثت بشيخ انت كفرت. ما تقول لي حجيت سبع مرات وضربت جنبات الباب بونش ابيض ويا داخل هذا الدار صلي على نبي المختار والف على الحبيب، برضه مشرك، بل باب بتاعك ده انت مشرك. خلاص انا ما اقصد الكتابه، بي بابك ده انت مشرك، مشرك. فده ما بيحلك، لانه ربنا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حج باطل، حابط، صيام رمضان صايم ليك 70 سنة كله حابط، شفت كيف؟ الصلاة بتصلي ليك 70 سنة كله حابط. إذا ندهت واستغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت مركت بر الدين، لا بينفعك حج ولا صيام ولا صلاة. وأي مرة مشت لها لفقي أو شيخ قالت لها يا أبويا الشيخ أنا ما عندي جنة الدين، الجنة دي مرقت بر الدين، طوالي مرقت بر الدين، لابد ان نسيبهم الكلام ده، ودي سبب النكسه يا جماعه الحاصله للامه الليله، والله الذي لا اله غيره، ديل هم ضللوا الناس وضيعوا امه محمد عليه الصلاه والسلام. فلو ما بينا هذا الكلام للناس بعلم وبحجه وبرهان من الكتاب والسنه، الواطه دي ما بتصلح ابدا.
ما هو مكورك وعملوا مشاكل وعملوا جوطة، ما تشتغل قوم. احنا ما جينا شاكل زول، صح قادرين ندافع عن نفسنا بإذن الله تماما خلاص، لكن احنا ما جينا شاكل زول، احنا جينا نبين الحق، جينا نبين التوحيد. بنقول كذا والله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال. في ناس ما دارين كلام الله لكن بغشوا عباد الله، بقول لهم نحن بنحب الرسول، كذابين. في ناس تجار بتاعين دين، بتاعين اسلام، تجار بعقائد الناس، بعقائد المسلمين، ابدوا يكشفوا للناس. وانا اختم هذه المحاضره بالنسبه لانه الناس ساكنين بعيد جدا، في ناس جايين من مناطق بعيده متفرغه، فرفقا بهم وما ذكر ان شاء الله يكفي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إن شاء الله نصلي وننصرف، جزاكم الله خير.